بعدين في اتوبيس، الاتوبيس ده رايح من مدينة لمدينة تانية، وبعدين ده الكرسي انا مش عارف كان اداء هتبقى اضحى. لا دي الكراسي اللي احنا قاعدين عليها، ده اتوبيس عادي مش اتوبيس فضاء. وده اللي قدامي عبارة عن انترنت، يعني الانترنت شغال دلوقتي. انا على البي بي سي، ده البي بي سي طبعا، يعني هو يعني في شبه من الاتوبيسات بتاعتنا شوية. دي البي بي سي شغالة عادي جدا، مش عارف اللي كان هتبان ولا لأ. مش باينة، كاميرا سيئة. رغم دي البي بي سي ممكن تلاقي فيه الهوم بيج، ادي الهوم بيج اهي، ممكن تختار اللغة تي سي ان ان والبي بي سي وحاجات كتيرة اهي. ده الاتوبيس العادي اللي رايح من مدينة لمدينة تانية، يعني زي ما قلت شبه الاتوبيسات بتاعتنا شوية. بالمناسبة البلد دي اسمها استونيا، عشان بس اللي مش عارف. انترنت روبوتات. ادم 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 ادم